Sama. نظام سوري حلفائه محاصريننا بحلب مدينتي. حمزة كان واحد من 32 طبيب يلي ضلوا بحلب الشرقية. حمزة ورفقاتنا أسسوا مشفى، كنا عائلة. أشو؟ في ضرب كتير اليوم؟ سما أنا بعرف إنك عم تفهمي شو عم بصير، بقدر شوف هالشي بعيونك، ما عم تبكي مثل أي طفل عادي. عفكرة أنت من يوم اللي قلت لنا المشفى ما بينقصل؟ لسه عم صور، هذا الشيء اللي عم بيخلي معنى لوجودي، عم بصبرني على كل الكوابيس اللي عم نعيشها. سما، عملت هالفيلم مشانك، بدي إياك تفهمي ليش أنا وأبوك أخذنا هالخيارات، شو اللي كنا عم نقاتل مشانه. ما توقعنا أبداً إنه العالم رح يخلي هالشي يصير.